على سناب شات كل سنة لانشر مرة، بدخل بلاقي فلاتر مو معروف اما شو، بس هيك يعني هيك الله لي قدر يجي يوم وحط هد. هذا واحد بروح تقسيم. حبايبي اخبركم بما انه فتحت الستاب وفتحته، يا جماعة يوم الجمعة عندنا فيديو نار غريب، وشو بتتوقعوا الفيديو؟ رح يكون شي نار 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 والله العظيم، هذا الفيديو كشخة. المهم افتحوا لي علبة شمس لان انا بارك بالبيت. خلاص روح انت وين انا ابو هاي، هذا فلتر نسيت. السلام عليكم، يوم الجمعة تذكروا ذكروني كمان الساعة 3. لا تنسوا ها، الجمعة عندنا فيديو جديد، اللهم اللي هلا عم نشوف فيه هو نايم لا يرتعب ما شاء الله. شايفك 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 ورح نزل فيديو على ذوقي انا بكره، وفيديو كثير رح تحبوه. بكره رح تنصدموا من كثير شغلات بالفيديو حبايبي، لانه حذروا ليش؟ ليش؟ لانه مجنون يعني، تخيل يعني والله العظيم، بس صار شيء يعني يمكن تحبوه انتم بالفيديو. كل حاجه رح تحبوه عشان انا عملته. كمل. اوكي بكره الساعة 3 بتشوف الفيديو على قناتي، الساعة 4، الساعة 4 على الساعة 4 قناتي. الساعة 4 على قناة جواني. وترقبوا اشياء كثير. ومشان الناس عم تقولي سحبت على غنية، الغنية الأولى نزلتها بالثمانية ثمانية وكتبت يتبع، يعني 9-9 في غنية جديدة. ايه. كانت هي 1-9 بس فكرت قلت لا 8-8 9-9 و10-10 في غنية كمان. خلص نحن حبايبي حاليا عم بعمل آخر تعديل بالاستديو للغنية منشان تشوفوها 9-9. وعماد حبيبي ابو الجوع حمودة معي بالفريق يا جماعه، انا لحد الان ما قلت لكم عنه يعني كثير هيك مع ابو حميد حبيبي لخير، عشان هيك من بعد اذنكم طبعا هي حساب الانستغرام وصلوا لاكبر عدد ممكن. حبيبي لخير قلبك، سكروا له رقم 10,000 من عندكم. كفو كفو الكل كفو والله، يستاهل كل خير وصوتك بجنن دخيل قلبك توفيق روحي. اوكي حبايبي 9-9 موعدنا، لا تنسوا بكره الساعه 4. شوفوا لي هالصفرة اللي بتشهي، شكرا يا ابو احمد على الصفرة اللي بتجنن. برعايه ابو احمد، ابو احمد ملك المشاوي ببرلين عن جد، ملك المشاوي. بس هلا من صندوق بنشوف اكيد طيبين. انا خلاص شو جاهز احمد؟ نوار جاهز؟ نوار السمك نوار ما شاء الله على السمك. الله اكبر يا جماعه، تفضل حاولوا جيب تفضل. حبايبي اجمل اجواء حلبيه بامتياز، يعني هذا ابو النور، شو رايك ابو النور؟ والله اكله طيب، منظر كل شيء والله. لا دخيل قلبك ابو محمد، شكرا على الاكل اللي بجنن والاجواء كمان بتجنن. لا والله جلادين، واخيرا نزل فيديو جديد يا جماعه انا ويارا، الفيديو المنتظر والخطير جدا، ارفعوا الشاشه فوق روحوا شوفوه، حطوا له لايك. جديد على الانستغرام يا جماعه، كلكم فوتوا شوفوه، شاركوا عنكم ستوري ودونت ووري. انا